تيست 1 2 1 2 يا زلمه شو ها والله ما سامع صوتك ظبطه ظبطه كمان سامع بس يا ولد في تصويرات في حزين يا ولد انا بقول لك انقلع يلا زلمه جيب الولد وينه جيبه جيبه يا زلمه جيبه ده مش فاضي يلا يلا جيبه جيبه هذا هو يا زلمه لا قولي واحد اطول تعال وقف وقف ماشي وقف وقف حرك الشباب كيف شعرات جاهزة جاهز تمام سيداتي سادتي آنساتي في بث حي مباشر خلف النوابرة يرحب بكم في فقرة هذا الأسبوع في نجم المستقبل من براعم نادي الوحدات النادي الأخضر نادي البطولات ضيف حلقتنا اليوم اللاعب محمود يزيد حمدان محمود حبيبي عرفنا على نفسك محمود يزيد حمدان محمود يزيد حمدان عمرك قديش حبيبي 13 سنة 13 سنة عقبال المية والله يخليك لأهلك محمود انت بأي صف يا حبيبي الصف السابع عقبال التوجيهي وعقبال الدكتوراه ومحمود بلعب الرياضة انت اي مركز بتلعب خط الوسط خط الوسط يا محمود اذا انت محمود بلعب بخط الوسط اعزائي المشاهدين وبنقدر نقول فريقك المفضل ايش هو فرنسا فرنسا وليش بتحب فرنسا يا محمود عشان زين الدين زيدان بلعب فرنسا اعزائي المشاهدين اذا هذا اللاعب الموهوب معجب بزين الدين زيدان اللاعب العربي الجزائري المسلم طب محمود يعني حبيبي اذا سألناك حلمك في الرياضة ايش ممكن يكون اني العب كأس العالم هيك مرة واحدة يا محمود ان شاء الله شي يوم منتخبنا الاردني وبهمة الشباب يوصل كأس العالم حتى محمود تقدر تلعب معاه انا بدي العب مع المنتخب الاردني بدي العب مع فرنسا حبيبي زي ما قلنا ان شاء الله منتخبنا الاردني وبهمة شبابه انا ما بدي العب مع كأس العالم حتى العب مع فرنسا بس يا حبيبي انت لازم تكون فرنسي اذا بدك تلعب مع فرنسا وحبيبي انت مش فرنسي ليش براءة الطفولة اعزائي المشاهدين الطفل محمود يزيد حمدان يسألني لماذا هو ليس فرنسي لانه حبيبي انت ابوك وامك مش فرنسيين ماشي هي زين الدين زيدان فرنسي وامه وابوه جزائريين من الجزائر بس حبيبي زين الدين زيدان فرنسي وعشانه فرنسي بلعب مع منتخب فرنسا كيف لعب مع يوفنتوس الايطالي مشاهدينا الاعزاء يا حبيبي محمود يوفنتوس نادي فرنسا منتخب ايش الفرق بين النادي والمنتخب المنتخب بيمثل الدولة يا محمود المنتخب بيمثل الدولة كان الملك لعب يا حبيبي الملك نعرفش الملك مشغول أعزائي المشاهدين وزي ما بنقول دائما برعاية جلالة الملك وسمو الأمراء والأميرات تزهو الرياضة الأردنية وتنمو لتتبوأ أعلى المراكز في المحافل المحلية والعربية والدولية طب رئيس فرنسا بيلعب مع منتخب فرنسا ليكون هذا الوجه المشرق عنوانا مميزا لهذا البلد عندي اشتريت سي دي لزين الدين زيدان ودائما بحطه في الفيديو وبتعلم مهاراته كيف بيعمل مهاراته وبقول له تعال وري اذا اعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة والفقرة المثيرة في نجم المستقبل لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى محمود يزيد حمدان وأولياء أموره ومعلميه وجميع القائمين على هذه الموهبة الناشئة الرائعة وأعزائي المشاهدين
أتمنى أن يلقى هذا الطفل الرعاية اللازمة لينمو ويترعرع.